ماشي، نقول تاني. اول حاجه اول ما تيجي هنا هتلاقي تير اوف انجن، يعني لازم تطفي الموتور العربيه علشان ما يحصلش ان الموتور يبقى شغال جنب بنزين. ونو سموكينج، ما ينفعش تشرب سجاير هنا، دي مصيبه. يبقى حطت بنزين، اي حاجه ممكن تولع او تنفجر. بعد كده عندك سوايب سبيدي، يعني سوايب يعني هتعمل الكارت كده بسرعه. اوكي، ادي الكارت، ادي العلامه اهي، وادي رسمه الكارت اهي، نفس الرسمه اللي هنا. يبقى ادخلها هنا بسرعه، هيقول لي ريموف كارت اهو، اقوم شايل الكارت على طول بسرعه كده. اوكي، قال استنى، هتختار الكارت ده ديبت ولا كريدت؟ ده الكارت بتاعي مش كريدت، اختار رقم واحد. هيقول لي انتر، بليز انتر بين، دخل الرقم السري، بعدين بريس انتر، بعد كده هتدوس انتر. ادي الارقام اهي، لما اخلص هدوس انتر. طبعا مش هينفع اجيب الرقم، ادي واحد، ادي اول واحد في البنزينه، وادي 89 وادي 90، unleaded وبلس وبريميوم. اوكي، بيقول لي ليفت، بعدين الكلمه هنا ليفت نازل اند سيلكت جريد. هاجي هنا كده وهقوم رافع ايه النازل، انا عايز كام؟ 93 ده اهو، واقوم جاي ده هنا كده، هنا كده، وهقوم رافع دي كده لفوق اهي، ليفت هير تو ستارت، هقوم رافع دي، رفعتها اهي عشان يبدا اهو. كتب له اهو بينج فولين، يعني ابتدي تقدر انك انت تفوق. واقوم دايس هنا كده اهو، واقوم دايس دي كده عشان تعلق اليد، واقوم بشيل كده، هلاقي العداد شغال، ادي السعر وادي الجالونات بس كده. ولما يخلص قطع اهو، يبقى في حاجه غلط، او خلص، انا اسف، يبقى خلص اهو، يبقى ادي خلص اهو. اقوم جاي عامل كده وشادد دي كده، برجعها مكانها هنا اهو، اقوم مرجع دي هنا كده مكانها اهو، رجعت مكانها اهو. عايز الرسيد، اقول له يس اهو، رسيد يس ولا نو؟ ادي يس اهي، دايس له يس كده، على ما يطلع رجع رسيد. اقوم انا عامل ايه؟ قافل دي اهي، قافل دي، واقوم راجع كده واخد الرسيد بتاعي، ادي الرسيد اهو، وشكرا. بس كده خلص، سهله في منتهى السهوله. تاني، اول حاجه اهو، ثانك يو بليز تيك ريسيت، سهله اهو. اول حاجه تاني هعملها ايه هي؟ بس عشان نبدا، اول حاجه تاني اعملها ايه؟ هنطلع الكارت بتاعي، بدخله في الفتحه اللي هنا دي. اول ما يقول لي ريموف كارد، بص انستراكشن اهي، كارد ريدر انستراكشن اهو، ادي سيلكت بيمنت تايب. تاني حاجه فولو ذا انستراكشن، اول ما تشد الكارت يقول لك ريموف، تقوم شادد الكارت على طول، تدخل الرقم السري، ادي الارقام اهي، وبعد كده تدوس فين؟ انتر اهي، بعد ما تدخل الرقم السري بتدوس انتر. ماشي، طبعا بعد ما تختار ان هو ديبت مش كريدت، او كريدت على حسب لو الكارت اللي معاك ايه. بعد كده بتجيب ده، احنا عايزين 93، بتجيب النازل ديت، تحطها في الفتحه اللي هنا دي، ترفع دي لفوق، تدوس على ديت علشان البنزين يتعبى. بس كده، اول ما هيخلص هتفصل لوحدها، بترجع دي مكانها، بتقفل ديت، وانت هنا على كده تاخد الرسيد بتاعك لو عايز الرسيد، وشكرا. تمام كده؟